ويا صباح الخير على جيش كوين فري. دلوقتي موسم عملة ترون بتيجي كده شوية موسم وبتختفي. في البداية طبعا الفيديو والموقع مش نصيحة استثمار، مش جاي اقولك اشتري ولا جاي اقول حضرتك بيع، انا بشرح لك طريقة ربح جديدة والمسؤولية بترجع لحضرتك سواء كنت هتشارك او مش هتشارك. الفيديو بنختار منه 25 عدو، كل عدو بياخد نص دولار، واسامي الفائزين بتنزل في قناه الاير دروب في اخر اليوم على قناه الاير دروب عندنا في تليجرام. زي ما قلت لحضرتك الموقع دي بتكون موسم، فعشان تكسب منها لازم طبعا تتابع الفيديو كويس جدا وتشوف انت هتشارك او مش هتشارك. صبح عليا باللايك بتاعك الجميل وتعالى اشرح لك. طبعا مواقع الترون اسهل منها مفيش، كل فكرتها انك انت بتدخل فيها عملة ترون والربح بيكون بعد 24 ساعة. بالنسبة طبعا للموقع ده في طريقتين، طريقة تعدين وطريقة استثمار. المناسبة لحضرتك طبعا لو اقتنعت بالموقع بيكون على مسؤولية حضرتك بتشتغل فيهم، بيكون الربح فيها 5%. على سبيل المثال لو حطيت 10 قطع فانت كل يوم بتكسب قطعة وربع، لو حطيت 100 قطعة فانت بتكسب 5 قطع بشكل يومي. وطبعا بيعتمد على الليفلات والاحالات، كل ما يكون الرصيد عندك اكتر كل ما الربح يكون عندك اكتر. اسهل من كده مفيش. عشان تسجل طبعا بتكتب اليوزر نيم بتاع حضرتك او اسمك، وبتكتب الباسورد بتاع حضرتك، وهنا طبعا بتكتب الرقم، وفي الاخر بتكتب الايميل وتقول له تسجيل. مباشرة هو بيحولك على صفحة الدخول مباشرة وتبقى عارف طبعا كل حاجة. الحد الادنى للعمل في الموقع هو 10 قطع، فدي حاجة لازم تبقى عارفها من دلوقتي. والربح بينزل كل 24 ساعة زي ما قلت لحضرتك في المقدمة، وطبعا الربح بيكون 5% على اجمالي الرصيد اللي انت هتحطه ابتداء من 10 ترون. بالنسبة بقى للليفل مثلا المستويات بيكون في ايه، طبعا احنا عندنا 500 قطعة، هنحط 400 في التعدين وهنحط 100 في الاستثمار. الليفل ده بيكون مثلا زي مثلا ليفل واحد بياخد اعلى شوية، ليفل اتنين بياخد اعلى، وهكذا. كل ما يكون عندك مستويات اكتر كل ما بتاخد رصيد اكتر، ولكن في العادة طبعا انت هتشتغل بعشر قطع او في 100 قطعة فانت هتكون في ليفل واحد اللي هو 5%. عشان تدخل الرصيد بتيجي هنا طبعا على تدخيل الرصيد في خيارين، فبتيجي حضرتك على الخيار الاول الاحمر من هنا عشان تدخل من المحفظة بتاعه حضرتك. في كل العملات تقدر انك انت تشتغل بيها، ولكن الافضل انك انت تشتغل بعملة ترون او تريكس عشان السحب والايداع بيفصل في نفس الوقت. بتاخد طبعا العنوان وبمجرد ما بتنتهي بتقول له هنا انا عملت الرصيد. هحط دلوقتي 500 قطعة عشان زي ما قلت لك هدخل 100 في الاستثمار و400 هدخلهم في التعدين، فهندخل دلوقتي 500 قطعة. هنيجي طبعا نقول له كونفيرم، طبعا انت عارف بيظهر شاشة سمراء في تورست والت عشان تاخد الباسورد، وبعد كده بيبقى عندنا اكتمل. هو طبعا شبكة ترون احنا عارفين بتوصل في نفس الوقت، لو اخرت جدا 40 ثانية بيكون عند حضرتك الوقت، ولكن هو طبعا موجود لو اخرت جدا بتكون اقصى حاجة 5 دقايق. بعد ما بتعمل ايداع بتيجي هنا تقول له انا عملت الايداع، بمجرد ما بتدوس كده بيقول لحضرتك فعلا احنا استلمنا الايداع بتاع حضرتك وقادر الرصيد موجود عندك في المحفظة. طيب دلوقتي بقى في طريقتين نشرح الطريقة الاولى. انت دخلت مثلا 10 قطع او 100 قطع فانت بتيجي هنا وفي 3 خيارات، بتيجي على الخيار اللي في النص عشان تستثمر فيهم. هنا طبعا بيكون كل يوم اللي هو على الشمال سلسة وسهلة جدا، ابتداء من 10 قطع، لو انت عندك اكتر فانت بتزود من هنا، وعندك طبعا 4 و3 و6 من 10، ولكن هو بيوصل 5%. بتزود مثلا لحد 10 عشان انا عندي 100 قطعة، وبتيجي هنا تقول له عايز استثمر بالمية. الربح بتاعك بينزل لك كل 24 ساعة، طبعا ده بعد 24 ساعة الربح هنا طبعا نزل واخدنا 5 قطع ترون. لو رحنا كده على الرصيد كان عندنا مثلا 500 قطع، عندنا دلوقتي 505 اللي هو انا دخلت 100 واخدنا 5. تقدر بقى تسحبهم دلوقتي، بقى تسحب الرصيد بتاع حضرتك والرأس مال، يعني تسحب المية اللي انت حطيتهم او العشرة واللي انت كسبته. بالنسبة لهنا عشان ندخلهم في التعدين فاحنا بنيجي هنا نكتب 400 يدخلوا في التعدين. التعدين ده بيكون كل 24 ساعة. دخلنا دلوقتي 400 فاحنا هنا بنيجي على مايننج، ادي حضرتك اهو الرصيد بدأ يتعدن وبينزل برضو كل 24 ساعة. على 400 اللي انا حطيتهم هاخد 40 قطعة اللي هو بكرة في نفس الوقت. اسهل من كده مفيش، وادي طبعا قدام حضرتك هنا كل حاجة بتكون واقعية. بتيجي هنا بقى عشان تسحب الرصيد بتاعك، طبعا انا اول يوم اللي هو استثمرت 100
كسبت 5 قطع، فانا دلوقتي حضرتك هسحب ال100 اللي انا حطيتهم وهسحب ال5 اللي انا كسبتهم. اول حاجه بتيجي هنا عشان تضيف العنوان اللي انت هتسحب عليه، عنوان محفظه حضرتك، بيبقى سلس جدا، بيقول لك هات هنا اعمل الباسورد مرتين، باسورد السحب، وهنا هات المحفظه. فهروح طبعا على تروست ولت هجيب المحفظه، ولكن قبل ما نخش على المحفظه خلينا نشوف الرصيد الموجود قد ايه. 522 قطعه، يعني دلوقتي هنسحب 105 هيجمع لك الرصيد كله مع بعض. بناخد العنوان وبنرجع طبعا زي ما قلت لك، بتدخل العنوان هنا وفي الاسفل بتكتب الباسورد مرتين وتقول له تم. دي حاجه اكيد انت عارفها، ده باسورد السحب غير باسورد الدخول. طبعا بمجرد ما بتكتب بيكون عندك الرصيد اللي هتسحبه اللي هو 105، بتكتبه هنا، وطبعا ما بياخدش رسوم، بيوصل في نفس الوقت بدون اي رسوم. طبعا هكتب 105 وفي الاسفل طبعا اختار المحفظه اللي انا لسه حاططها، بتكون اتسيفت خلاص، وهنا بتكتب الباسورد بتاع حضرتك اللي هو باسورد السحب اللي انت لسه عامله دلوقتي. بمجرد طبعا ما بتكتب باسورد السحب بتيجي هنا تقول له ويزدروم او تخريج الرصيد بحسب اللغه اللي انت بتستخدم بيها، وبس يا بالصحاب بيقول لك ادي السحب تم بنجاح. وبمجرد اصلا ما بتكون في الموقع دقيقه واحده بس بالكتير بتلاقي عند حضرتك طبعا الرساله وصلت فوق، ادي رساله اهي 105 قطعه. لو انت بقى حطيت 10 هتسحب 11 قطعه وربع، يعني مثلا 1.25 اللي هو بيكون الربح اليومي. وهنا في التاكيد وصلت التاكيد في التورست والت بدون اي مشكله. لو عايز تعمل احالات بتيجي هنا على رابط الاحاله بتاع حضرتك، ودي حاجه طبعا اكيد انت عارفها. شرحت لك كل حاجه، احلى صباح الفل عليك، وما تنساش تعمل لايك وتشوف في جديد على كوين فري.